بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في أروقة رمضان. موعدنا اليوم مع ذكرى حدث مهم ومؤلم يتعلق ببيت المقدس هذه البقعة المباركة. هذا الحدث وقع في مثل هذا اليوم يوم 18 رمضان قبل 44 سنة يعني في عام 1400 للهجرة. في هذا اليوم أصدر الكنيسة الإسرائيلي قانونا أساسيا يقرر أن القدس عاصمة لإسرائيل فيعني في جعل هذا الأمر مبدأ دستوري لا يجوز نقضه يعني رفعه إلى القانون الأساسي انت تعرفون إسرائيل ليس فيها دستور خلاصة هذا القانون أن القدس كلها مدينة موحدة وهي عاصمة إسرائيل وهي بالتالي مقر الرئاسة والبرلمان والحكومة والمحكمة العليا تعالوا نحكي هذه القصة من البداية ظل ظل اليهود يحلمون بالعودة إلى أرض الميعاد الأرض الموعودة لثلاثة آلاف عام ولهم محاولات عديدة للاقتراب من بيت المقدس عبر هذا التاريخ بعضها مجهول وبعضها غير معروف يعني من المحاولات المبكرة التي نكتشفها يوجد في الوثائق العثمانية فرمان للسلطان سليم وكذلك فرمان لابنه السلطان سليمان القانوني يعني ذروه الدوله العثمانيه هذه الفرمانات يعني تقرر منع اليهود من الاستيطان في سيناء ليست لدينا يعني كثير من التفاصيل يعني غير واضح على وجه التفصيل ما هي الاسباب التي دفعت الخلافه العثمانيه لاصدار هذا الفرمان لكن بلا شك يعني انه رصدت حركه استيطانيه مبكره في سيناء فكان لابد من مواجهتها بهذا الاجراء وهذا الفرمان كان قانون يستنجد به أو يعني يضعه رهبان دير سنت كاترين كمرجعية لمواجهة أي محاولة استيطانية يهودية متكررة لذلك فيما بعد سنجد ثلاث فرمات فرمانات جديدة صدرت من الوالي العثماني في القاهرة بطرد اليهود الذين تسللوا وأقاموا في سيناء وهؤلاء اليهود كان اشتكى منهم رهبان دير سانت كاترين وقالوا انهم يوقعون عليهم الاذى وذكروا يعني على راسهم واحد اسمه تذكر الوثائق ان اسمه ابراهام اليهودي ف يعني يبدو انه ابراهام هذا كان زعيم هذه الطائفه او زعيم اليهود في ذلك الوقت المهم أن الباشا العثماني الوالي في القاهرة أصدر ثلاث فرمانات خلاصتها طرد إبراهيم اليهودي وأولاده من سيناء وهذا كان في عهد السلطان مراد الثالث مراد الثالث هذا هو حفيد السلطان سليمان يعني مراد الثالث هو ابن سليم الثاني هو ابن سليمان القانوني هو ابن سليم الاول طيب لكن انا بقول ان في محاولات متكرره وكثير منها يعني مجهول ولكن كان يجد هذا التصدي لكن المرحله الاقوى في احتلال فلسطين في العصر الحديث يعني في خلال 200 سنه اللي فاتوا كانت في فتره محمد علي. محمد علي الحاكم المصري الجبار الطاغيه الذي اسس للدوله العسكريه العلمانيه التغريبيه في مصر وفي العالم العربي. محمد علي هذا احتل الشام لمده عشر سنوات تقريبا وهذه الفتره تسمى الحكم المصري للشام وهذه تسمية خاطئة بالمناسبة لأن المصريين لم يكونوا لا يوافقون يعني لم يكونوا يرضون بمحمد علي ولم يكونوا يرضون بغزو الشام بطبيعة الحال فهو احتلال محمد علي للشام هذه الفترة شهدت انقلابا خطيرا في أوضاع الشام وفي أوضاع بيت المقدس على وجه الخصوص طبعا يعني لن يتسع الوقت لشرح سياسة محمد علي كنت شرحتها قبل ذلك في مجموعة حلقات يعني يمكنكم العودة إليها على قناتي على اليوتيوب أو غيره لكن الخلاصة الآن أنه فترة محمد علي كانت كأنها فترة احتلال أجنبي تماما هو عمل بكل قوته على رفع شأن الأجانب فوق الرعاية وخلال الرعاية رفع عمل على رفع شأن اليهود والنصارى فوق المسلمين هذه كانت خطته ودعم الهجره اليهوديه وشهدت بيت المقدس في ذلك الوقت اعلى تدفق في الهجره اليهوديه واعلى حركه بناء للكنوس الجديده وهو محمد علي اول من منح هؤلاء اليهود حق يعني التعديل وحق الوجود في عند حائط البراق اللي هو الان يسمى حائط المبكى وهو اول يعني في فتره محمد علي هو أول من سمح بإنشاء قنصلية أجنبية في بيت المقدس اللي هي كانت القنصلية الإنجليزية وهو أول من سمح لليهود بمشاريع اقتصادية في فلسطين وحتى بمساحات للاستيطان. في هذه الفترة التي لا يتسع يعني تفاصيلها مثيرة جدا أنا أدعوكم للتزود منها والاطلاع عليها، لكن في هذه الفترة الأثر الكبير أنه تحول حلم اليهود في العودة إلى فلسطين تحول من أحلام تراود الشعراء والدراويش والادباء وتتكتب في الاشعار والقصص و او في الدعوات في الكونس اليهوديه تحولت او حتى ان هي حاجه تبقى يتحمس لها مغامرون افراد تحول الى مشروع عملي مشروع عملي سياسي فصار يكتب في الصحف ويوضع كمشروعات على طاولات الحكومات وحتى يعني مثلا إذا رجعنا للموسوعات التاريخية التي تؤرخ لهذه الفترة فترة متى تحولت الصهيونية إلى حركة سنجد أن هذا النصف الثاني من القرن التاسع عشر هو الذي خرجت فيه المطالبات السياسية بإنشاء وطن لليهود في فلسطين وهنا حتى ربما ترجعوا مثلا إلى موسوعة زي موسوعة الدكتور عبد الوهاب المسيري وهناك يعني كتب أكثر تخصصا في رصد هذه المحاولات اليهودية طيب أه لأسباب مختلفة يعني ليس هذا أه محل مناقشتها أو بيانها مشروع محمد علي بقى بالفشل واضطر أنه ينسحب من الشام لأنه كان فيه صراع دولي وتوازنات قوى عظمى كانت أكبر من محمد علي لكن البذرة التي بذرها محمد علي للنفوذ الأجنبي في بيت المقدس في بيت المقدس خصوصا وفي الشام عموما استمرت من بعده والدولة العثمانية لم تستطع ان تقتلع هذه البذره لانه حتى الدوله العثمانيه كانت يعني دخلت في طور ضعفها وهذا الضعف كان محمد علي اصلا من اهم اسباب هذا الضعف يعني محمد علي حارب الدوله العثمانيه وهزمها في اكثر من مره بدعم اجنبي جاءت بعد ذلك يعني هذا التمهيد الذي مهده محمد علي ورثه فيما بعد المحاوله الاقوى التي كانت مع تيودور هيرتزل الشخصية المشهورة المعروفة اللي هو زعيم الصهيونية ويعتبر مؤسسها هذا الرجل استطاع أن يجعل المشروع الصهيوني وسيلة خادمة للمشاريع الاستعمارية فكان له صبر ودأب وجلد مع أنه بالمناسبة كان شاب شابا لم يكن غنيا يعني كان فقيرا وكان مريضا بالقلب بل هو لم يكن متدينا حتى يعني لم يكن يهوديا متدينا لكنه تحرك في المشروع الصهيوني في الحقيقة بهمة ونشاط لا مثيل لهما واستطاع هو أن يوظف أحوال اليهود لهذا المشروع وكذلك استطاع أنه يستفيد من الأوضاع السياسية السائدة في أوروبا أنذاك يعني زي اضطهاد اليهود في روسيا وزي آه يعني المشاريع الاستعمارية الغربية يعني استطاع أن يجعل الحل المناسب للاستعمار الغربي هو إنشاء وطن لليهود في فلسطين وفعلا المشروع الصهيوني ايضا تضعضع بعده يعني ودخل كده في مرحله من الضعف لكن يعني قال المشروع الصهيوني فيما بعد لشخصيه خطيره اخرى وهو حييم وايزمان اللي هو اول رئيس لاسرائيل. حييم وايزمان استمر في لعب سياسه المشروع الصهيوني كذراع من اذرع المشروع الاستعماري الغربي، يعني كان يضع مصلحه الصهيونيه او كان يكيفها بحيث تبقى متوافقه مع المشروع الاستعماري الغربي الامبراطوري فبالتالي يجعل مساعده اليهود هو جزء من الاستعمار فوحيم وايزمان فو يعني فضلا عن انه كان احد العلماء في يعني في الكيمياء وفي غيره الا انه ايضا كان يتمتع بذكاء سياسي لأنه هو الذي نقل نشاطه من انجلترا الى امريكا في وقت مبكر قبل نهايه الحرب العالميه الثانيه مع غروب شمس الانجليز وشروق شمس الامريكان طيب استطاعت الصهيونيه ان تتوافق مع المصالح الانجليزيه حتى حصلت على وعد بلفور سنه 1917 وحصلت فعليا على ثلاثه ارباع فلسطين بما في ذلك نصف بيت المقدس في عام 48 يعني صارت بيت المقدس منقسمه القدس الشرقيه تركت للعرب والقدس الغربيه اخذها الاسرائيليون وطبعا يعني هذا يعني هذا التطور في المشروع الصهيوني لم يكن ليتم لولا انهيار الدوله العثمانيه وانهيار الخلافه الاسلاميه ويعني لو احنا نظرنا من زاويه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده فيعني نستطيع ان نقول ان هناك ثلاث مراحل اساسيه لانهيار الدوله العثمانيه المرحله الاولى هي مرحله محمد علي كما ذكرناها قبل قليل المرحله الثانيه هي مرحله اسقاط السلطان عبد الحميد عبد الحميد الثاني عبد الحميد الثاني, عبد الحميد الثاني هذا يعتبر اخر الخلفاء الفعليين للدولة العثمانية. وهو صاحب اخر المحاولات الساعية الى منع اليهود من التملك او الاستيطان في فلسطين، وله في هذا اجراءات عديدة يعني لا يتسع لها المقام الآن ايضا وهي موجودة من اراد منكم ان البحث لأنه يعني مشهور مجهود عبد الحميد في منع اليهود من التملك في فلسطين، ويعني هذا عبد الحميد هو الذي رأى هرتزل بعد محاولاته أنه من غير الممكن إقامة دولة لليهود في فلسطين مع بقاء هذا السلطان بالمناسبة يعني يجب أن نعرف أن العرض الذي عرضه هيرتزل على عبد الحميد كان إقامة دولة يهودية في مسافة بعيدة عن بيت المقدس يعني هيرتزل لم يعرض أنه هو يقيم دولة لليهود عند بيت المقدس لا هو عرض أن يكون مكان اليهود بعيدا عن بيت المقدس لكي لا يصطدم بهذا الشكل المقدس طبعا مع عرضه هذا عرض انه يدعم الدوله العثمانيه ماليا وانه يدعمها في مكافحه التمردات التي كانت تعاني منها في ذلك الوقت بالذات التمردات الارمنيه التي كانت مثيره للمشكلات سواء بين مع الروس تحديدا وعرض ايضا أن يدعم الدولة العثمانية ويدعم السلطان إعلاميا الصحافة الأوروبية لأنه في كانت في ذلك الوقت كانت الصحافة الأوروبية تشن حملات قاسية ومتكررة ضد السلطان عبد الحميد وتشعر أنه هو السلطان الأحمر لكن عبد الحميد رفض هذا كله وقال مقولته الشهيرة أن أرض فلسطين ليست للبيع وأنها أرض اشتراها أجدادي بدمائهم هذه المرحلة الثانية اللي هي مرحلة إسقاط السلطان عبد الحميد المرحلة الثالثة هي مرحلة هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. هذه الهزيمة نشأ عنها انحصار الدولة العثمانية في الشام والعراق واحتلال فلسطين على يد الإنجليز سنة 1917، وهنا بدأ عمليا مشروع إنشاء دولة لليهود في فلسطين. نتابع هذه القصة معكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إذا احتل الإنجليز فلسطين بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ويعني رأوا في واقع الحال أن الدولة اليهودية لا يمكن لها أن تنشأ منفردة فوضعوا فلسطين تحت الاحتلال الإنجليزي وعينوا أول حاكم إنجليزي لفلسطين وكان يهوديا هذا اسم مشهور جدا هو هربرت صمويل هربرت صمويل هذا يعد المؤسس الفعلي لاسرائيل قبل الاعلان عنها. يا اخوانا يعني اذا اردنا ان نستفيد من التاريخ حقا فيجب الا نستهين باعدائنا. الصهاينه بذلوا من ارواحهم ودمائهم واموالهم مع انهم احرص الناس على حياه ومع انهم من اشد الناس بخلا. بذلوا ما استطاعوا ان يفوزوا به في النهايه باهدافهم. وانا اوصي بشده بقراءه مذكرات الشخصيات التي صنعت اسرائيل، يعني مذكرات هرتزل وهي متوفره بعنوان يوميات هرتزل ترجمها ونشرها الدكتور انيس صايغ المؤرخ الفلسطيني المعروف. ومذكرات جولدا مائير وهي ايضا منشوره ومترجمة ومذكرات شارون وهي ايضا منشوره ومترجمه وغيرهم يعني المهم هؤلاء القاده مهما كان شعورنا ضدهم الا أن تجربتهم تكشف جوانب من إصرارهم وصبرهم كما تكشف كذلك نقاط الضعف والخيانة التي كانت موجودة في بلادنا يعني من يقرأ هذا التاريخ سيرى بوضوح وبدون مجهود كبير أن احتلال الدول العربية المحيطة بفلسطين كان أكثر تأثيرا في إسقاط فلسطين من قوة العصابات الصهيونية بل سيرى أن الأسباب الرئيسية لسقوط بيت المقدس هو هذه الجيوش العربية لأن الجيوش العربية لما دخلت إلى فلسطين دخلت كانها تنفذ مخطط التقسيم لا انها تحول دون تنفيذ مخطط التقسيم. وهذه المذكرات يعني سيبرز فيها مشهدين، مشهد التصميم والاصرار كما قلنا، ومشهد هذه الخيانه التي كانت في التي كانت موجوده في بلادنا. طيب احنا الان سنترك مشهد الخيانه له حديث طويل لنتأمل في المشهد هذا يعني مشهد الصبر والإصرار خصوصا فيما يتعلق بهذا القانون اللي احنا بنتكلم عنه في هذه الحلقة. هرتزل من البداية حاول أن يقترب من فلسطين يعني أو يعني كان هدفه الأول هو إنشاء دولة لليهود. حتى لو كانت كبداية في أفريقيا أو حتى في سيناء أو حتى في أمريكا اللاتينية. لكنه لاحظ بوضوح إنه إذا لم يخطط أن تكون هذه الدولة في فلسطين فإن هذا لن يكون محفز للطاقة اليهودية فبالتالي عدل عن أفكاره إلى التركيز على فلسطين ابن جوريون له كلمة مشهورة يقول فيها لا معنى لإسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس بدون قدس الأقداس اللي هو الهيكل الذي يريدون إنشاءه حييم ويزمن كان له أيضا كلمة شبيهة بهذا يقول فيها القدس هي الجوهر الروحي لفكرة العودة إلى فلسطين من المواقف المهمة هنا بن كان حريص على اتخاذ القدس عاصمة لإسرائيل من البداية ورغم أنف الداعم الدولي يعني رغم أنف الأمريكان ورغم أنف الإنجليز وفعلا اتخذ قراره بنقل مكاتب الحكومة إلى القدس منذ نهاية عام 1948 وساعتها كان هو رئيس للوزراء وحييم ويزمان كان رئيسا للدولة وحييم ويزمان أقسم القسم عند توليه الرئاسة أقسمه في القدس احنا طبعا علشان نفهم الادوار حي مميز كان رئيس المشروع الصهيوني في كل العالم لكن بونجوريون كان رئيس الوكاله اليهوديه يعني هو مسؤول مشروع فلسطين يعني طبعا هذا تقريب ايه مبسط ومختزل لادوار الرجلين المهم بهذا القرار اللي يعني اللي هو قرار اتخاذ القدس عاصمه اللي هو اتخذه جوريون قطعت يعني هو قطع الطريق على محاولات تدويل القدس لانه في ذلك الوقت كانت يعني لجان الامم المتحده ولجنه مستقله اسمها لجنه بيل يعني كلاهما كان اوصى ان القدس لا تضم الى لا الدوله العربيه ولا الدوله اليهوديه والجمعيه العامه للامم المتحده كانت قد يعني قررت تدويل القدس وان هي يعني تكون ادارتها بواسطه مجلس خاص وحاكم خاص المهم بن القى بكل هذا في في اقرب مزبله رغم أنه على فكرة بعض الأصوات داخل إسرائيل كانت تخشى من معاداة الحلفاء وهؤلاء الداعمين يعني إسرائيل في النهاية يعني مساحة يحيطها الأعداء من كل جانب ليس لهم حبل من الدنيا إلا هؤلاء حبل الدوليين يعني حبل الدعم الدولي لكن بن غوريون لم يهتم لهذا إلا أنه أبقى وزارة الخارجية الإسرائيلية في تل أبيب لأنه طبعا سفارات الدول الأجنبية لم تنتقل إلى القدس لأنه هذه الدول لم تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل جولدا مائير تروي في مذكراتها طبعا هي كانت وزيرة في ذلك الوقت أنها لم تجد مكانا في القدس لتسكن فيه هي طبعا الحكومة تنتقل القدس فما لقيتش مكان تسكن فيه وما كانتش راضية تعيش في فندق فسكنت في غرفة وحيدة فوق سطح منزل رغم أن هي وزيرة وظلت في هذه الغرفة حتى بنيت لها الشقة الخاصة بها هذه الغرفة كانت حتى في منزل على الحدود يعني أنه في وضع خطر أمنيا على الوزيرة لكن القصد هنا في إصرار الحكومة على الانتقال إلى بيت المقدس حتى لو كانت أبسط الظروف غير مهيئة ولو سكن الوزراء طبعا انتقل برضو البرلمان كذلك إلى بيت المقدس كلام ده من سنة 49 وفي جميع القوانين التي أصدرها الكنيسة كان يجري التأكيد على أن القدس هي العاصمة وأن هي مقر الرئاسة والمحكمة العليا والبرلمان طبعا هذه الخطوه كانت فرض امر واقع فاضطرت الدول الى انشاء قنصلي قنصليات في القدس لرعايه مصالح مواطنيها يعني لما صارت المدينه الاهم هي القدس فطبيعي يعني الوضع يعني وضع المدينه المهمه ووضع وضع القدس كو يعني كوضع حساس وملتهب فالقنصليه التي نشات في القدس كانت اهم من السفاره التي كانت في تل ابيب طبعا جاءت فيما بعد حرب 67 وحرب 67 اجتاحت فيها اسرائيل يعني الدول العربيه وطبعا بالتاكيد اجتاحت بقيه يعني اجتاحت بقيه الضفه الشرقيه واستولت على كل القدس الشرق والغرب وصارت في موضع قوه تامه هي طبعا دلوقتي تتمدد من لبنان والجولان ونهر الاردن حتى قناه السويس تدريجيا بعض الدول خلاص نقلت سفارتها الى بيت المقدس في نهايه السبعينات ولما تم توقيع معاهده السلام المصريه الاسرائيليه بالتاكيد زادت قوه اسرائيل لانها حصلت على اعتراف اكبر دوله عربيه وكان هذا الاتفاق يعني واحده من اشد الضربات القاسيه التي نزلت بقضيه بيت المقدس. هنا صدر هذا القانون اللي هو القانون الاساسي او الماده الدستوريه التي تجعل القدس عاصمه لاسرائيل كان هذا في يوم 18 رمضان في مثل هذا اليوم يوم 18 رمضان سنة 1400 وكان يوافق يوم 30 يوليو سنة 1981. في عام 2001 خطت اسرائيل خطوة اكبر لان هي طبعا هذا كان في خضم الانتفاضة الفلسطينية التي اشتعلت عام 2000 في هذا القانون جعلت يعني تم الاعتراف بالقدس على اساس يعني القدس هي العاصمه لكن الان وسعوا حدود القدس على اساس الحدود التي حددتها اسرائيل في عام 67 يعني إن انهت كل قرارات الامم المتحده المتعلقه بالعوده الى حدود 4 يونيو عام 67. سنه 95 يعني قبل هذه اللحظه التي نتكلم عنها بست سنوات كان الكونجرس الامريكي اصدر قانون آه هذا القانون يعترف بالقدس كعاصمه لاسرائيل خلاصه هذا القانون ثلاث بنود البند الاول ان القدس تبقى موحده يعني مفيش حاجه اسمها قدس شرقيه وغربيه والبند الثاني أنا طبعا بتكلم على ترتيب البنود الخلاصة مش ترتيبها في القانون كما صدر البند الثاني أن أمريكا بتعترف بهذه القدس الموحدة عاصمة إسرائيل وبالتالي البند الثالث أن الإدارة الأمريكية تلتزم بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس التي هي العاصمة الموحدة لإسرائيل ولكن هذا القانون يعني وضع كده بند يعني مرن إنه إنه يعني الرئيس الأمريكي هو صاحب الصلاحية في تحديد الوقت المناسب على شرط أن الوقت المناسب ده لا يتجاوز أربع سنوات يعني يعني سنة تسعة يجب أن تكون السفارة الأمريكية انتقلت إلى بيت المقدس إلا أن يرى الرئيس الأمريكي إنه الخطوة دي قد تهدد الأمن القومي الأمريكي يعني أو قد تثير مشكلات فهو إيه يملك أن يؤجلها ستة أشهر فمنذ ذلك الوقت يعني من خمسة وتسعين الى 2017 كان الرؤساء الامريكيين كل ست شهور يعني يوقعوا على تاجيل تطبيق هذه الخطوه لانه يعني يعني لم يكن احد طوال هذه الفتره مستعد ان هو يخوض هذا الصداع او يكون هو صاحب الشراره التي تفجر الاوضاع في بيت المقدس. فهذه هي الثغره التي استغلها فيما بعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب لانه هو شاف في في شهر ديسمبر سنه 2017 ان هو مش محتاج يؤجل نقل السفاره الامريكيه الى بيت المقدس لسته اشهر اخرى فوقع على هذا القرار الذي يعني خلاصته انه ضروري يعني ان تنتقل السفاره الامريكيه الى بيت المقدس وكان هذا في ديسمبر سنه 2017 والمفترض انهم منذ ذلك الوقت يساهمون يعني يستمرون حتى الان في بناء هذه في هذا المبنى اللي هو مبنى السفاره يعني الى لحظه هذه الحلقه لم يكتمل هذا البناء. هذه كانت رحله سريعه موجزه خاطفه في سعي اليهود لكي يحصلوا على بيت المقدس ولكي يعلنوها عاصمه لهم ولكي ينتزعوا الاعتراف الدولي بانها هي العاصمه الموحده والابديه لاسرائيل. نسال الله تبارك وتعالى ان يبعث فينا من الهمه ومن الرجال ومن العزم ما نستعيد به بيت المقدس وما نعفي به على اثار هذه المظالم والاثام ونساله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.